بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا بالنسبة للكرت اللي موجود عندنا اللي هو الأردينيو أونو، طبعا أحد كروت الكروت اللي تشتغل، أو نسموه فيه الكروت اللي تشتغل وحدها، يعني فيها معالج وفيها ذاكرة تشتغل وحدها. طبعا بالإنجليزي نسموه فيها نقول الجلد يشتغل ستاند ألون، يقدر يصبي وحدها. شو معنى يصبي وحدها؟ معناه لو كان ربطناه بمكينة ممكن يشغلها وحده. لو كان ربطناه مثلا بغساله مثلا فرضا ودرنا فيه العمليات التراتبيه سحب الميه والشفط وكذا، فهو يشتغل وحده. عرفنا نحن عباره عن نحط البرنامج اللي نحن طالبين منه او الخطوات اللي طالبين منه، او اذا كان ربطناها بوحده في الحوش مثلا بالري مثلا ولا في المزرعه يروي لني، فنقدر نقول له اروي الخط الاول بعد الثاني بعد الثالث ولع المضخه وهكذا، فهو يشتغل وحده. لكن مبدئيا ضروري نصبوا فيه البرنامج اللي نحن حاطين القضوات اللي نحن نبون، مثلا نبوا الخط في المزرعه نبوا الخط الاول يشتغل ساعتين، الاخر يشتغل ساعتين الا ربع وهكذا. هذا الكلام نحطه وين؟ في البرنامج اللي نصبه داخل المعالج. يعني المعالج نحن شو المعالج اللي عندنا او المايكرو كنترولر اللي موجود عندنا فيه وحده لتخزين البرنامج. لما نقولوا فيه وحده لتخزين البرنامج معناها محتاجين نعبوه برنامج. طبعا الكارت هذا ما فيش له لوحه مفاتيح، ماهوش كيف الكمبيوتر، هل فيه لوحه مفاتيح وماوس؟ ما فيش. نحن عباره عن شنو؟ ناخذ البرنامج نصبوه في الكمبيوتر اللي نحن نبي نديروه مثلا يتحكم في اللي، وبعدين نشغلوه ونجهزوه في الكمبيوتر. عندنا مثلا البرنامج الخاص بالإيميليتر ولا اللي خاص بالبرنامج اللي نحن ناويين نصبوه داخل هذا المعالج، وبعدين نحقنوه داخل المعالج. لما نحقنوه داخل المعالج خلاص نفكوه من الكمبيوتر ونخلوه يشتغل لتنفيذ العملية اللي نحن ناويين ننفذها، سواء يتحكم في سياره، يتحكم في خليه بتاعت شمسيه، يتحكم في اي شيء نبوه نحن. عرفت؟ لكن كيف ندير الشيء هذا؟ طبعا نحن اكيد فعندنا سوفت وير خاص موجود، طبعا وحده موجود، والسوفت وير هذا اوبن سورس. اوبن سورس معناها مفتوح المصدر. كلمة مفتوح المصدر هذه نقطة مهمة جدا، نحن المفروض طبعا حنعرض عليها مستقبلا. كلمة مفتوح المصدر معناها نقدر نشوفوا حتى الكود متاعها، يعني نقدر، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني في 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 البرمجيات الحديثة لما يجد عندنا اوبن سورس نقدر نتعامل ونقدر ناخذ البرنامج ونشوفوا الكود كيف مكتوب، فنقدر ناخذ كود دائرة واحد قبلي ونعدل فيه بدل ما نبدا من الصفر. يعني طبعا شو الفكره؟ طبعا هو عندنا اليو اس بي اللي موجوده في هذا الكرت، اليو اس بي اللي قاعده في الكرت نربطها وين؟ بالكمبيوتر. نربطها بالكمبيوتر، وبعد نربطها بالكمبيوتر شو نديروا؟ خلاص بامكاننا تو التعامل، نستدعي السوفت وير اللي نبرمجوا فيه السوفت وير اللي ناويين نحطوه داخل هذا المعالج، وبعدين نصبوه فيه. طبعا السوفت وير هو ايش؟ السوفت وير نلقوه في الموقع الخاص بشركه اردينو بنفسها. هاي طبعا اردينو نجو ندخل على السوفت وير، هو هذا السوفت وير اسمه اردينو، ندخل عليه ونشوف هذا هو. طبعا احنا شنو بنديروا بالسوفت وير؟ نحطوا فيه الخطوات الخاصه بالتحكم، وهذا البرنامج اللي موجود قدامنا. عرفت؟ انا اشرح شويه على السوفت وير، يعني هذه عمليه ان وصلنا وبعدها ربطنا بالسوفت وير نفسه. عرفت؟ نقدر نشوفه هذا السوفت وير. السوفت وير عنده مجموعه ايش؟ عنده مجموعه بوتمز، نشرحهم في المقطع الجاي.